المياه في لها أسامي، في ناس يقولون له كير، ترين تقريبا يقولون كير، نحن هنا نصحى نقول ميافي، يعني بعضهم يقول لك يعني اللي ما يعرفه بيقول لك تنار. عملنا فيه نستخدم نياح النورة، هذا اللي هو الحصى، هذا على الدمام نستخرج منه النورة للبيوت المعمارية، نعمر فيه البيوت حقنا. كانوا ناس يحرقون ميافي ثاني أصغر من اللي عندنا كذا، يبيعونها ب 300 شلنج الميفا كامل. الميافي لها أسامي، في ناس يقولون له كير، ترين تقريبا يقولون كير، نحن هنا نصحى نقول ميافي، يعني بعضهم يقول لك يعني اللي ما يعرفه بيقول لك تنار. عملنا فيه نستخدم نياح النورة، هذا اللي هو الحصى، هذا مع الدمام نستخرج منه النورة للبيوت المعمارية، نعمر فيه البيوت حقنا. هذا الميفا هو أصلاً يعني عبارة عن كير، يعني ستر طبعاً تحفظ النار وتحفظ الحصى من الهواء ومن عشان يتم نياح الحصى هذا ويتحول لنوره. هو حصى كان في البداية، لكن بعدين سبحان الله من حصى لا حاي خفيف يشلها كذا بطرف أصابعك بشلها، وانت في البداية يشلها بثنتين أداء، وفي النهاية يشلها إلا بطرف أصابعك. أول نحن في البداية يوم نرشن الميفة طبعاً في بداية قدام ما نعطي هذا الدمام، أول التيارات هذا نحط كم تيارات في هذا البطن هذه غويطة تحت، نحط كم تيارات نرشن فيها عشان حرارة الميفة ما يقبل الميفة الدمام، تولى بتيبة تولع في الدمام ما بيقبله طبعاً، لازم البطن هذه كما الكير يعني الحائر كما الأفرام هذه هم يحر على ندخل الشامة، هذه كما نفسها يعني ما تقبل الدمام الا لاكذ حريت البطن. يعني نبدا اول بالتواير، هنا بدايتنا التواير ذي نستخدمها الكبار اكثر شيء اللي قدام الخلفي ما تصطني، هذه ندخلها المرره نحطها داخل نرشن، ندخل تدخل اما داخل ترشن فيها طبعا. الدمام ذا لازم تستخدمه يوم كمال الفرم هذا حق الشامي وذا يوم يحر بخاخه ديزل يحر يتم النار شاعل دمام طبعا، ذي المرابش اللي يعطون فيها كذا مع حرارة البطن تطل النار فيها تو تشلها الحارق مداخلته مع الدمام، يوم تعطي المربشة يطير الدمام. كما قصة الديزل يوم يبخ في الفرن نفسه ده يطير الدمام مع الحارق اللي فيه تولع النار تطل تو فيه النار توايها، شوف يوم يعطي كذا العامل تو توايه ليه؟ لأن الزيت اللي فيه محروق أصلا هذه يعتبر، والدمام حبوب يتنثر تم تطل النار في الميفة. ميافي بدايتها الأول بداية العمل ذا كله هو الحجر، هذا الحجر نجيبه من المسايل، قديما كانوا يجيبونه من الجبال هذه. هالمشايل هذه قدا دوعن قدا شاهنا يروحون لما هناك ذحين، لانه في سيارات لله غير اول نحن على اليبول حق الحمير يبل يشلو كم حصي ماشي يعني دل اللي تسحب يا يريح يا يريح، لا وصلت الجفه ريعت حملت بديل يوم هلا على حمار يومين ثلاث اربع ايام الحاصل على مهلك. في حصاره طيب وفي حصاة تحصله خشن حق النورة حافة، الحين الحصاء هذا حق المسايل هي رطيب النورة حقه. طبعا الحصاء يبوا من مناطق مختلفة، قد الوادي وادي بن علي قد ساه كذا قد الردود كلها مناطق مختلفة، نجمع حصاء اللي هو الحصاء اللي هو بلا قلوب بلا هذا اللي هو نستفيد منه يقي ما يثر في النورة بعد. يلقطونه سيارات كبيرة تجيبه صغيرة يلقطونه ويجيبونه لما هنا
وينقونه يعني من حيس ومن قلب ومن ويبونه. احنا فيه الحصى الكبير، الحصى الكبير هذا يتويه يكون فيه ركائز ملاسن وعرضان، والحصى العادي يبنون بو عادي مباني، ويبون يقلبون اصحاب القلابات هنا ويمهدوا واحد يكسره، وبعد التكسير يمعلم خاص ويحمله، هذا تحميل حقه يسوي له ميالي ملاسن كذا ومياري عرضان وكل شيء. وثم ما بعد يدخلون في وسط المياه هذه ويرشنون عليها. الحين في البدايه يمكن يوم نوقد يكون الحصى اسود، يسود الحصى حق الكبو حق التايرات وحق المازوت ذا، لكن بعد يصفى الحصى يريع ابيض، يريع ابيض اما يستخري يريع للنوره. لان تعرف النياح انت طبعا لا طلعت فوق تعرف النياح الضوح حق الميفة يطلع ضوح فيه الميفة. يفنة العصا بعضهم يسموه يطلق عليها بعض في بعض مناطق كما تريم وشبام يسمونها المدخنة، هذه اللي يدخل منها الدخان. هذا طبعا الميفة التصميم حقه كيف البطن هذا حق الرماد اللي يعطي الشاب ذا يعطي فيه، هذا تعتبر بطن نحن نسميها، وهذيك حق الحصاء نسميها يفنه. ويتم بنايته بطن مع يفنه مدر مع طين، تم بطن وبعدين يسوي اليفنه، يفنه الحصاء هذه. هذا تاسيس الميفه طبعا، التاسيس وبنايته في البدايه يوم يبني الميفه بطن مع يفنه. يمكن البطن هنا يمكن تطلع لها 10 متر، سويها 10 بعضهم 9 بعضهم 8، هناك العكس 6 ذرع 7 ذرع فيها، يعني كلها تقريبا البطن والذا تطلع لها 10 ذرع وهناك يمكن 6 او 7 ذرع في اليفنة. إذا ابتنى الميفة بعدين نروح نجيب الحطب. الحطب هذا نقفشوشه، هذا بتقول من المزارع عند اهل الاغنام والابقار والحمير والاشياء هذه، لانه ما كان عندنا شيء امكانيات ونحمل على الحمير ولا على بعلان الركاب يصنوا لما تحت الميافي، لان كانت ما في سيارات. بعدين بعد ما نجيب الحطب نجمعه، هذا نجيب الحيار. الحيار هذا عندنا قلع الكبار هذه تبريم على البارود، معناه نبرمه ونكسره ونخري الملاشن حقه والعرضان حقه والطلبات هذه اللي يحتاجها الميفة. ميافي كانت قديما 12 ساعة صغيرة، ميافي كانت يا 10 براميل يا 6 براميل، الآن أصبحت ميافي كبيرة 120 70 90. وقديما كانوا يوقدون بالحطب هذا العادي الاقصام والذا، والان اصبحوا بالحارق مع الحق الغنم الدمانها. لما حضناه بعدين نحمله بالحيار هذا الريع في مثلات اليفن هناك، الرماد قدو حقه هنا على ينب والنوره في الشق الثاني. هذه وبعدين تم المونه، طبعا المونه هذه يجيبها من مناطق، يمكن الدمام هذا دمام الغنم يجيبه من القطن من يعامه من مناطق مختلفه، يعني يجيب اللفلف هذا على زفه زفه يجيبون كون الدمام هذا. وعاد مادة ثانية السليط اللي هي المحروقات حق السيارات عملها به، عملها مع الدمام. طيب نحن بعد ما نجمع المونه حقه من المناطق المختلفه سواء الحصى سواء الدمام سواء الحارق، العمال عامل يكسر حصى، ينزل من الحصى هذه بكار، ينزل من الحصى ملاسن،
كي تتم عملية الرص. كما تشاهدون في الميفة الملاس اللي تقابلن كذا الصاقعن البكار يتمين علشان تقاعدي هذه فوق واحدة فوق واحدة تم الرص حقهن. يكون سقام في العمل لأنه في إخفاق في العمل في قلب في شيء يضر يقرح القلب هذا يسقط الحمول ذا كله حقك الحصى هذا كله يدي في روح شغلك فاشوش يعني ما تستفيد شيء منه. طبعا التركيز يكون على المعلم اللي هو اللي يشحن هذا يركز في العوارض في الملاسن في البكار يركز فيهم في البدايه في البنايه يتم البنايه ميره في الوسط ومياري اثنين في الجنوب تروح على المياري يعني يستقي كله الميفه سبحان الله يعني النار ما تدري انت اللي يخلي النار المسافه ذيك الست ذرع وراء ولا سبع ذرع وراء ما تدري اللي تخلي النار سبحان الله من عند ربك النار تمشي في الحصى سواء انها اذا كان سبب العيون نحن ما نعرف السبب اللي يمشي النار طبعا ما نطالع لان النار بعد كل ما يخلي الوقت حق الميفة كل ما تبلغ النار لفوق تطلع فوق الميفة فوق راس الميفة قامتين قامه ونص يعني حسب النياح حسب البلغ حق الميفة كل ما يقرب نياح الميفة كل ما يقي بعدين اللي يحرقون هذولا كانوا اول يحرقون اثنين واحد يقوم واحد يقعد طول الليل من خمسه شلين وريعوا بعدين يجيبون اربعه والوقت الراهن هذا ريعوا يجيبون الحطب هذا ويجيبون سليط حارق حق باقي السيارات يداخلونه في مثنات القشاش ويحرقون بديل ما كان يحرق 16 ساعه يحرق 24 ساعه بعضهم 30 ساعة في الميفة هذا يحرق ويوقدون هذول وبعدين يكون ثم يخمدون على قولهم لما ينيح له طريقة في النياح يعني فيه طالع فوق الميفة بهو ويكون يعني له ناس معالم يعرفون النياح بعد ما ينيح يخمدونه ليله يعني يطفونه مثلا الصباح ليله كامله وثاني يوم الصباح ينزلون النوره. وتم بعدين النوره تنزلها من خلف في ثنتين خلاف فوق واحده تحت واحده فوق تم استخراج النوره من المكان هذا حقه. بعد ما ينزلونه يروحون يوزعونه على اصحاب العصارات هذه اصحاب العصارات كان قديما المصابيط هذه المصابيط اليد الان اصبحت عصارات مكاين رود ينزلون العمال يروحون باصحاب السيارات لما العصارات في عصارات في تريم عصارات في شبام عصارات في سيون ويوزعونه بالبرميل سعر البرميل كذا كذا بعدين نصرفه على المعاصر بعض اصحاب ميافي عندهم عصارات يحطون حقهم يسوقونهم والبعض يسوقها في مناطق مختلفة وما في القاطن في سيون بعضهم يقبل لا حورة لا منخر في كل ما في كل هالمناطق الوادي تقريبا أمان حدهم أمان يمكن حريضة اللي هي عصارات كذا فيها وكذا لما نساه وتريم هناك وضم تريم يستخدمون المياه في هذه نوجع في تريم في طريق تريم في طريق وادي بن علي على المحلات هنا حق الحوطة لما ننفق لمعوا هذه لانه ما يخليها مكشوفه للهواء الوقت كله لابد تكون مكنونه لان لو خلاها للهواء تروح فخطه في القاع تروح لك طحين كلها لكن لما تمي مكنونه تمي حصى لما يطفيها طبعا تخرف العصاره هناك العصارات هذه حق انه بعضهم المصباط هذا قديما المصباط لكن دحين طوروا بني المصباط هذا بالتعب رقوا عصارات مكاين ودفريشن حق سياره وتدري عمليه سحب ير طبعا هم هناك شغلهم يعانون من الشغل في العصارات تنظيف النوره ومدري ايش الخرا هذا اللي وايهم لين يخرج من الميفا تم هناك طفيها ومدري ايش ويشغلونها كم ساعات عليها لين تنيح هم يعرفون النياح حقها يوم تنيح كما نحن نعرف الميفا يوم ينيح هم يعرفون نياحها هل هي جاهزة للعمل ولا ما هي جاهزة؟
نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم. هو بدأنا لينادي معها بعض الأمور. نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. كانوا من أول النورة هذه نحن ما نطرق بها في البيوت، هذه مخلينها للرشية وخلط الرماد واليايور. اليايور المحضاش هذه الداخلية حق الميفا نزلها ونبيعها يايور على أهل البيوت، يسبطونها مع الرماد ويقول لها ثلث نورة وثلث يايور وثلث رماد أول. لكن الحين ريعوا الخلو كلهم على النورة بس، الرماد هذا ما عاد يستعملونه، اليايور هذا ما عاد يستعملونه. استخدامات النور هذه النقية اللي هي تليس، هذا استر تلميع استر، هذا تليسها، هذه استخداماتها بالنسبة لأصحاب البلاد قديم من قديم للآن. حد الآن النور النقية وزال تستخدم في الوادي هنا. ونوعية ثانية اللي تخرج عادها الهابة، الآن هنا واحد يشتغل عندي فيها عملية غربلة، غربلها يخليها دقيق، يعني يستخدمونها في يمشي، هذه يخلطونها مع اسمنت في الطرقة قوة للسمنت، يستخدمونها برا أكثرهم، وبعضهم يطرعها في أبار، خذوا فترة يشلونها في أبار النفط، ساعدهم على يحطونها في الذا عشان تكظم حرارة تقي فيها، عشان بعدين عندنا على الخدر سهل عليهم. بالنسبة هذه النور النقية زينة تقريبا في حضرموت، نادرة تروح برا، لكن هذه النفايات حقها يروحون بها لما نبرع لما الحرير، بدال هذه النور المنخول على قولهم، نفايات نفايات صاحب الحصارة يشلونها ينخلونها يروحون بها برا يخلطونها مع السمنت. هذه تعلمناها من الأب من أول، بعد نحن أولاد عيال 10 سنين وقدنا احنا في العمل هذا نصبط النورة ونحرق في الميافي مع الشيبان حقنا. نحنا نسرح الصبح، الصبح من الساعة 6 الصبح إلى ما مغاب الشمس. يعني نحنا قديما معنا مع أبانا كنا نسرح معهم قليل قليل، هكذا يسرحونك مرة يوم مسيال يسرحونك إلا قليل معهم أول مرة، يعني شبه على قولك تتمشى معهم، بعد قليل قليل يعلمونك الشغل وبعدين تشتغل. والله أنا أول ما خرجت من المدرسة تقريبا التحقت بالمعلم ياسر النقار، ياسر عبيد النقار، يمكن أول ما اشتغلت الشغل. بعدين انتقلت من لا عن ياسر لا عن أبو عبد الله هادي مبارك، هذه البداية يعني بداية ما اشتغلت فيها. بعدين بعد هادي مبارك رجعنا نحن فكرنا ان احنا نعمل الشغل ذا، والحمد لله توفقنا، نعتبره توفيق من الله، هذا اللي كتب لنا الرزق. طبعا انا كنت في البداية اول عامل، يعني تعمل عامل نيب هذا الدمام، تجيب الحصامع وتسرح تمحض الميفة، لأن الميفة هذا كل بعد كل حرقة لازم تيلده، يعني تسوي له حمار تمحض البطن هذا، لأنه يصب الطين ده اللي أمامك بعدين يصب يريخ خراب يقطر كذا، تقول ما سايل يسيل ويصطب بعدين، يوم تطفي تغلق الشغل حقك يصطب، تجي ترشخ بمطرقة ما ينكسر، فمشوف سبحان الله تقول إيش هذا. البداية هكذا أمحض الميافي، وريعت انتقلت للتكسير، بعدين ريعت انتقلت للوقيد هذا اللي هو وقيد رشون، نسميه احنا وقيد رشون،
بعضهم يرشنون بعضهم يقولون انت قالت هكذا مراحل. بعدين فكرنا يوم كل ما تقي ترسخ بالعمل لانك تعرف انت الميفا مطلوب منه نياح وسوق الميفا، سوق الميفا صح ولا ما سوق بالاستمراريه. يعني كما دحين ذا البدايه الشباب هو كذا، يعني البدايه يعطي عالي لكن بعدين يكسب مع الوقت مع الاستمرار في الشغل. كل ما مرت عليه شهر شهرين ثلاثة اشهر سنه سنتين كل ما يعرف يعرف حتى يطلع فوق الميفا فوق يشوف نياح الميفا شوفه يعرف خلاص مع الاستمراريه شوف الميفا المطلوب منه والميفا داخل سوق الورا حقه ولا ما يسوق تسحب وقيت ترفع خلفته تغطي خلفته عنده. بعدين هو لاكوذا استمر في الحياة نحن كما استمرينا عرفنا بعدين المطلوب مننا نعمل. والله لا ويدنا عمارنا خلاص المنطقة حقنا اللي نحن ساكنين فيها كلهم تقريبا خلاص في الميافي أغلبهم يعني ما حد يروح كذا لا كذا أغلبهم في الميفا تلحق بعض أحيان مسار أنا أسير مع هذا صاحبي واللي تعب أسرح مرة يعني تسرح معه هذه اللي حق إن نحن نفكر. لكن ذحين حق المضايقات يمكن في فترة هذه التالية نفكر إن نحن نغير لأن الأراضي سبرت الضيق علينا هنا الخلق والما يطلعون علينا يمكن إذا أعطونا إحنا منطقة اللي يبل فوق عارم سمحونا نحن كذا ما سمحونا نحن يمكن خلاص منتهي نحن نعتبره. تصدر لمان محافظات الحديدة والمكلة بالنسبة لأصحاب الساحل هذا قالوا خلطونها مع السمنت عشان الملوحة. الطلب إذا كان فيه طلب لما نشاه لما نكريم نشوق هناك لما ندوعن لما نيات السيارات. لكن يوم ماشي سيارات من أول محيوجة ما حد يجيك لا مودا دوعن يجيك ولا مودا كريم لأنه كله مسير عريل ما بعشي سيارة. طبعا هم كمان ذكرت لك في البداية بعض أصحاب ميافي كمان عندي عصارة وعندي زبائن ثانيين أصحاب عصارات احنا نسوق عليهم هذول كمان في سيون في القطن في حورة في منخر يعني كل صاحب عصارة صاحب محل حق عصارة هذا متفق هو واحد من أصحاب الميافي هذا اللي هنا في الجبل متفق وياهم يعني توفر له نوره بعد أسبوع أسبوعين حسب ما استطاع حقه. بعض أصحاب عصارات يشيل كمية وايد بعضهم يصلون للستين بعضهم للخمسين بعضهم 25 برميل بس يوقف عندها بعضهم 10 حسب العمل اللي عنده هو بعضهم. كانوا ناس يحرقون ميافي ثاني أصغر من اللي عندنا كذا يبيعونها ب 300 شلنج الميفا كامل كانت الأسعار بخش الفلوس حاجة بسيطة. وبعدين نحنا يعني كنا نبيع بعانه بعانتين ثلاث عانه نص شلنج ذل اللي قذوا وينه وينه بيروش اشترى بشلنج. والله معوقات الأرض اللي نشتغل فوقها وقول قلنا لكم الأرض اللي نشتغل فوقها هذه ما هي ملك كلها ملك مواطنين ويزاهم الله خير. هي حتى صاحب الأراضي هذا المواطن مثلا الأرضية حقه ذي بيطرح حصى ولا شيء يعني يستعد منك وين بغيت نحن نطرح ما بغينا نضرك ما بغينا لكن هذا كله يهد مواطنين لكن الدولة ما سوت شيء ما حتى يعني مفروض انه من قديما من بدات هنا تخاطيط مفروض يملكونهم هذا اصحاب المياه. طبعا المشاكل هي الان اللي هي يمكن ما نسميه نحن محاربه بس بعضهم الله يهديهم نحن نقول يمكن في المونه حقنا كمال حصى المسايل هذه حق الوديان هذه اي واحد يقول لك هذا المكان مكاني ما ابغاك تحمل هذه المعوقات حاليا دحين اللي مره كذا نعاني منها كل ما دخلنا مسيار يقول لك ممنوع تحمل منه والنوره ما زين الا بحصل المسايل هذا اللي مر فوقها الملابيب هذا ده لا سبحان الله خلاص يقول لك حقي ما يفكر في ارزاق الناس ولا الحصى هو ما بيضره يعني حصى في مسيال وايد حصى بتشيل منه لينه